انتقل الآن إلى المحور الآخر ويديرها الأستاذ فيصل المتروك، فليتفضل. السلام عليكم، مشكور دكتور حسن، يعطيك العافية. أولا أرحب بالأخوات والأخوة جميعا، والحقيقة أن يعني هذا ملتقى جميل جدا، وعلى الأقل في فترة الحظر أو فترة كورونا أعطانا شيء جميل نستمتع فيها. وأهنيك دكتورة هناني على هذا الجهد الرائع وهذه الكوكبة الجميلة من الأخوات والأخوان. المحور الرابع هو تعزيز الخدمات التقليدية والافتراضية للمبادرات وبرامج الابتكار والإبداع وريادة الأعمال. احنا اعتقد متأخرين شوية، بس هذا ما يمنع ان نكمل. فراح نبدأ صراحة يعني على السريع، راح أبدأ معاهم. راح يكون أول متحدث عندنا المهندس وليد الحامدي، من هو مؤسسة حمدان بن راشد بن مكتوم للابتكار والتعليم المتميز. فأستاذ مهندس وليد تفضل، وإن شاء الله نسمع منك، وأطلب من الجميع أن يسكون المايكات عشان يكون الحضور جميل، ويعطيكم العافية. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بس حاب أتأكد من الصوت إذا هو واضح. نعم واضح، صوت واضح. نعم واضح، فضل. طيب ان شاء الله نبدأ. معاكم وليد يحيى الحامدي، مهندس في مختبرات فابلا بالامارات التابعه. قبل لا تكمل، لان ترى احنا ملتزمين على حسب البروتوكول اللي وزعته للدكتوره، لك 10 دقائق وراح نثبت لها قبل تنتهي بدقيقه ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل يا باشمهندس، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم المهندس وليد يحيى الحامدي من مؤسسه حمدان بن راشد ال مكتوم للاداء التعليمي المتميز. ان شاء الله خلال لقائنا اليوم راح نستعرض تجربتنا في مسابقه مبتكرون، وهي احدى مبادرات المؤسسه في مختبرات فاب لاب الامارات. بس قبل ما نبدا، حاب اولا اعرفكم على مختبرات الفاب لاب الامارات وشو هي هذه المختبرات. طبعا مختبرات فاب لاب الامارات اتت من اللغه الانجليزيه اللي هي فابريكيشن لابوراتوري او مختبر التصنيع. الهدف منها هو توفير البيئه المناسبه للصناع والمبتكرين بحيث انهم يحولون افكارهم الى مشاريع على ارض الواقع. فهو عباره عن مركز مجتمعي، بحيث هذول المبتكرين والصناع انهم يجتمعون ويتبادلون الخبرات والمعارف. طيب من وين أتت فكرة مختبرات فابلابات العالمية؟ هي أتت من جامعة MIT من قبل بروفيسور نير جيرشنفيلد. فالمختبر هذا كان موجود هناك في الجامعة، وكان فقط مختص لطلبة الهندسة لتنفيذ مشاريعهم الابتكارية، بس لاحظوا أنه في إقبال من قبل الكليات الأخرى. فمن هنا أتت فكرة أنه يفتحون المختبر هذا لباقي التخصصات، ومن ثم فتحوها لعامة الناس، ولاحظوا أنه في إقبال كبير من الأشخاص اللي موجودين ومن المبتكرين والهواة. ومن هنا أتت فكرة أنهم ينشرون المختبرات هذه في حول أمريكا. حاليا تقريبا في أكثر من 100 مختبر في أمريكا الحالة، وفي أكثر من 1700 مختبر حول العالم، كلها تنطوي تحت منظمة الفاب لاب العالمية. وبالنسبة لفاب لاب الإمارات، هو يعتبر الأول من نوعه في الإمارات، وتم تأسيسه من قبل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم في عام الابتكار سنة 2015. جميل. طبعا المختبر هذا مثل ما قلت انه يوفر الامكانيات والتسهيلات للمخترعين بحيث انهم ينفذون مشاريعهم وابتكاراتهم من خلال توفير الادوات والالات التصنيع الرقمي. نقصد من التصنيع الرقمي اللي هو التصميم في البدايه من خلال الحاسوب. المبتكرين باستخدام برامج الحاسوب يصممون الاشكال ثلاثيه الابعاد الخاصه بمشاريعهم الابتكاريه والدوائر التحكم الخاصه فيها، ومن ثم يحولوها على الالات بحيث انها تبدا عملية الفابريكيشن وعملية التصنيع نفسها. طبعا هذا مثال للإمكانيات والتسهيلات اللي متوفرة، ولفكرة اللي هو استخدام التصنيع الرقمي. الكل يعرف موضوع اللي هو الطابعة ثلاثية الأبعاد. تتم الطباعة ثلاثية الأبعاد من خلال في البداية استخدام اللي هو برنامج
خاص بالتصاميم ثلاثية الأبعاد سواء كان عبارة عن سوليد ووركس أو فيوجن وما إلى ذلك، ومن ثم رفعها على الآلة الخاصة فيها بحيث أنه يطلع لنا عندنا مجسم ثلاثي الأبعاد مثل ما هو واضح عندنا. ونفس المثال على النجارة الرقمية، تم تصميم الأثاث المراد تصنيعه باستخدام الآلة، ومن ثم الآلة تقص لنا الشكل المراد تصنيعه، ونفس الشيء بالنسبة للإلكترونية. طبعا خدمات المختبر هي مختلفة والإمكانيات اللي توفرها متعددة بحيث أن المبتكرين هذول يقدرون يحولون أي فكرة إلى مشروع على أرض الواقع. من ضمن الإمكانيات والتسهيلات اللي توفرها والآلات اللي يوفرها هذا المختبر هو آلات القطع بالليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد بالإضافة إلى الحفر، آلات الحفر الرقمية والصب والقولبة، وآلات اللي هو تصميم الدوائر الإلكترونية وأيضا برمجة وحدات التحكم. طبعا هذا جانب من جوانب الخدمات اللي يوفرها المختبر، بالاضافه ان الخدمه بالاضافه لهذه الخدمات هي المسابقات المختلفه، من ضمنها مسابقه المبتكرون تستهدف الطلبه من عمر 9 الى 12 سنه. نحن بدأنا هذه المسابقه بحيث ان نستقطب اكبر عدد من الافكار الابتكاريه، بالاضافه ان نشجع الاطفال على التفكير الابداعي والابتكاري، وانه نعطي ثقة للأطفال إنهم يقدرون يتعلمون هذه المهارات بحيث إنهم يقدرون عن باكر من نفسهم يقدرون يحولون هذه الأفكار إلى مشاريع من خلال مختبرات فابلاب الإمارات. طبعاً اللي هال يقدرون يشاركون في هذه المسابقة من خلال تعبئة استمارة المشاركة مثل ما هو واضح عندكم. الاستمارة لها جانبين، أولاً يعبون البيانات الخاصة فيهم، ومن ثم يقدرون إنهم يرسمون ويعبرون عن أفكارهم الابتكارية من خلال رسم بسيط، وتحت الرسم هذا يكتبون اسم مناسب للمشروع الابتكاري ونبدأ عن هذا الابتكار، يكون فيه اللي هو كيف يعمل الابتكار، الأجزاء الرئيسية لهذا الابتكار، ومن هو المستفيد من هذا الابتكار. فمثلا عندنا هنا مشاركة شاركت ويانا في أول نسخة في المسابقة هذه، في أول نسخة نحن سمحنا للأطفال من أعمار 5 سنوات أيضا أنهم يشاركون ويانا، ومثل ما ندري ان اللي في النهايه المشاكل اللي بتواجههم بسيطه، فهي قالت ابغى اسوي زحلاقيه، انا كل ما العب اللي هالي ضايقون يوم العب الزحلاقيه، فابغى اسوي اشاره مرور بحيث انه تنظم اللي هالي يوم يلعبون بالزحلاقيه. فمثل ما نقول ان الفكره بسيطه، لان المشاكل اللي في النهايه هي عباره عن مشاكل يعني اللي هي خاصه باللعب. فهذه مثلا فكره من الافكار اللي أتتنا. وهني عندنا فكرة ثانية لمشاركة أخرى اسمها بلير سليمان من مصر، بنفس الطريقة يعني فكرتها عبرت عنها من خلال الرسم، هي عبارة عن مثل ما نقول جهاز ينبه السائق في حالة إن نام وهو يسوق أو إن غفى وهو ياس يسوق، بحيث إنه يقلل عدد الحوادث المركبات بسبب مثل ما نقول غفيان أثناء السواقة. طيب شو هي المكافآت والحوافز اللي تشجع الطلبة انهم يشاركون؟ طبعا تمنح مكافآت مالية بمبلغ 5000 درهم لكل فكرة فائزة، ونحن نختار 6 فائزين في المسابقة هذه، ايضا مع فرصة تحويل هذه الافكار الى مشاريع على ارض الواقع مثل ما قلت. فنحن في المختبر هذا نوفر البيئة المناسبة بحيث ان الطلبة بمساعدة المهندسين يقدرون يستخدمون الآلات والتسهيلات المتوفرة في هذا المختبر بحيث انهم يقدرون يحولون هذه المشاريع او هذه الافكار الى مشاريع على ارض الواقع. بالنسبة لتقييم الأفكار هذه، طبعاً يتم تقييمها من قبل لجنة تحكيم مختصة، يتم تقييمها من خلال معيارين رئيسيين اللي هم معيار الفكرة ومعيار الفائدة. بالنسبة للفكرة نحن نقصد فيها مدى تفرد الفكرة وقابليتها للتطبيق، مثل ما تعرفون أنتم اليهال يعني خيالهم واسع، بس نحن نبحث في الفكرة أنها ممكن أنها تطبق في يعني مدة زمنية معينة ما تزيد عن 5 شهور، بالإضافة أن يكون في فائدة ملموسة من هذه الفكرة ومن هذا الابتكار. طبعاً بعد ما لجنة التحكيم يعني تختار الأفكار الفائزة والأفكار المتميزة، نسوي مسابقة داخلية في المختبر هذا، نستقبل فيه طلبة الجامعات، ومن ثم طلبة الجامعات يتنافسون بحيث أنهم يقدرون ينفذون هذه الأفكار. فمثلاً عندنا جانب من مشاركة طلبة الجامعات في تنفيذ هذه الأفكار المختلفة. وهنا عندنا مثلا فكرة الزحلاقية، هي تعتبر أحد المشاركات اللي تم ترشيحها من اللجنة، وهنا أحد المشاركين يحاول ينفذها في نموذج مصغر.
وهنا عندنا فكرة عبارة عن مركبة مائية لتنظيف المسطحات المائية، وتم تنفيذها في مختبرات الفاب لاب عندنا. وهذه صورة تجمع المتشاركين الفائزين مع وزير التربية والتعليم المعالي حسين الحمادي أثناء تكريمهم وتسليمهم المكافآت المالية. تقريباً هذا نبذة سريعة عن مختبر فاب لاب الإمارات وعن مسابقة مبتكرون تحديداً. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، ويعطيكم ألف عافية. لا بالفعل احسنت كذي، اعطيتنا دقيقه ونص نستفيد منها. انا اعتقد ان فكره الفاب لاب من الافكار المهمه جدا، لانها تحول الافكار الى شيء ملموس. احنا عندنا بالكويت مثلا عندنا مركز صباح احمد للموهبه والابتكار، يساعد الكويتيين يعني شباب وشابات انهم اذا عندهم افكار معينه يساعدهم في تسجيل براءه الاختراع، وعندهم فاب لاب، ومرات الفاب لاب يسوون فيه بعض تجاربهم ويستفيدوا منه كذلك بالفاب لاب، ان 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 ممكن يسوون بروتوتايب حق بعض الافكار. واعتقد ان يعني الطابعه ثلاثيه الابعاد يعني هي هذه اكثر شيء موجود. شاكر له جدا، وان شاء الله نسمع توصياتك قبل على نهايه اللقاء. حاليا ننتقل الى الاستاذ راشد حمد العلوي، وهو مدير دائره تطوير الاعمال والاستشارات في المركز الوطني للاعمال التابع للمدائن في سلطنة عمان. فلي تفضل أستاذ راشد. أنا اللي صورتي ظاهرة، بس أنا محمد شمس الدين من الكويت. لا أنت بعدك أنت جاينا بالدور، أنا قاعد أنطرك لا تخاف، أنا من دخلت وأنا قاعد عيني عليك، بس اصبر علينا شوي، خلينا نسوي شيء، خلينا نشوف أستاذ راشد، إذا أستاذ راشد مو موجود. لا اسف انا اعتذر، انا اسف رحت انا على جسمه، اسف انا الحين اعتقد اعتذر مره ثانيه لكم زملائي زميلاتي. اعتقد الحين الموضوع حق الاستاذه قدير الجمعه، رئيسه جمعيه رياده التنمويه. سامحيني استاذه قدير، انا تاخرت عليك. تفضلي استاذه قدير. يا هلا استاذه غدير، فيك حبيبه قلبي بوجودك معنا في هذا المؤتمر كاضافه يعني قيمه، حياك الله حبيبتي، تفضلي الميكروفون عندك. تسلمي، السلام عليكم، يعطيكم العافيه. اولا اشكر الدكتوره هنادي المتميزه دائما في ابداعاتها في مؤتمراتها على استضافتني في المؤتمر الثاني الخليجي اللي ضم مجموعه نخبه متميزين من قطاعات مختلفه للذكاء الاصطناعي والابتكار، وهذا شيء يعني احنا اضافه حقنا احنا كجمعية ريادة الأعمال. حمد أنا كجمعية استفدت من الخبرة الموجودة في هذا المؤتمر، وكذلك أشكر الجميع على الطرح المتميز، استمتعت في الطروحات، وجزيل الشكر أخوي فيصل متروك على إدارة الجلسة، وأنت قنيع التعريف ودكتورة هنادي. اليوم راح أتكلم عن جمعية ريادة الأعمال التنموية. جمعيتنا انطلقت وركزت على الابتكار والإبداع واستخدام الذكاء الصناعي في مشاريع، خاصة كانت تحرص رواد الأعمال أن يغيرون نشاطهم التقليدي إلى نشاط تكنولوجي. فراح أتكلم في ظل الأزمة التي تواجه العالم حاليا بسبب انتشار جائحة كورونا، ظهرت لنا الحاجة للمشاريع التقنية لتوفر لنا خدمات عن بعد في جميع المجالات، وحان الوقت الآن للتفكير بطريقة مختلفة والبدء في تبني فكرة وجود منصات افتراضية تقدم خدمات متكاملة لرواد الأعمال، تساعد على انطلاق مشروع الريادي ابتداء من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع اللي هو الحاضنات والمسرعات بالتحديد، بطريقة احترافية يشرف عليها متخصصين واستشاريين وأصحاب خبرة في ريادة الأعمال. المشاريع الناشئة هي إحدى القطاعات المتأثرة من الأزمة الحالية نظر الاعتماد على التقارب الاجتماعي والاحتكاك برواد الأعمال الآخرين، وهنا يأتي دور منصات الابتكار الإلكترونية المتطورة التي تهدف إلى دمج خبرة رواد الأعمال مع الخبرة التكنولوجية، تحفز الابتكار وريادة الأعمال وتساعد في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتيسير وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي دون مقابل مالي. ومن هنا ركزت جمعية ريادة الأعمال التنموية على عدة أنشطة انطلقت من في فترة كورونا، بتقديم دورات مجانية لرواد الأعمال بمشاركة نخبة من ذوي الاختصاصات لتعزيز دور التكنولوجيا والذكاء الصناعي
إضافة إلى ذلك تم عقد مؤتمر الخليج الأول بعنوان الثورة الرابعة في مواجهة جائحة كورونا ودور ريادة الأعمال تمكينه وأهمية الذكاء الصناعي والذي يعد نقطة تحول الاقتصاد العالمي، والمؤتمر الخليجي الثاني بعنوان استشارة مستقبل ريادة الأعمال في ظل الاقتصاد الرقمي ما بعد جائحة كورونا، والآن جمعية ريادة الأعمال في صدد تأسيس أول منصة افتراضية تقنية خليجية من نوعها، وإن شاء الله أستاذة دكتورة هناني راح تكون من الداعمين لنا في هذه المنصة لدعم رواد الأعمال وتبني أصحاب الأفكار الإبداعية، ويعد أول حاضنة افتراضية خليجية تحتضن المشاريع الابتكارية والتقنية لرواد الأعمال كتطبيقات الجوال والمواقع الإلكترونية وتقديم خدمات استشارية وتسوية تسويقية لهم بأقل التكاليف والمصروفات اللي يقدم فقط رائد العمل. تنفيذ مشروعه والتي تهدف إلى التبادل التجاري بين دول الخليج بهدف توسيع ونمو المشاريع وتقليل المنافسة والاحتكار. عندنا توصيات، يمكن ثلاث توصيات راح نتكلم، ما راح اخذ اطول من وقت الاخواني حتى ما يعني يديهم يتكلمون. التوصيات: تبني منصات افتراضية تقدم خدمات متكاملة لرائد العمل تساعد على اطلاق المشاريع الريادية، التركيز على الحاضنات والمسرعات التكنولوجية، تعزيز الجهات الحكومية المختصة بريادة الاعمال عن اهمية منصات الابتكار الالكترونية المتطورة وتطبيق استخدام وتطبيقات لاستدامة المشاريع الناشئة. وهذا باختصار كدورنا احنا كجمعية ريادة الاعمال في هذا الفترة، احنا قاعد نركز على هذا الجانب، وممكن صلنا مدة يمكن حتى سوينا مؤتمر خليج بمناسبة يوم الريادة العالمي، تكلمنا عن أهمية استخدام التكنولوجيا وخاصة احنا في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة، مرحلة الذكاء الصناعي. اليوم رائد العمل إذا ما كان عنده فكر تطوير تكنولوجي ما راح يكون يواكب العالم ولا يقدر يطور، خاصة جائحة كورونا كشفت لنا أهمية التكنولوجيا الآن، وساعدتنا حتى رائد العمل يغير فكر نموذجه جزء منهم، غير نموذج العمل جزء منهم ممكن تعرف ما عرف يستخدم التكنولوجيا، وهذا هي المشكلة. دورنا إحنا كجمعية نفعام وأنتم كذلك المستشارين ومجموعة الشركات كلها تدعم هذا التكنولوجيا. يعطيكم العافية وجزيل الشكر والامتنان وما قصرتوا. مشكورة أستاذة غدير، أعتقد اللي تكلمتي وتفضلت فيه وبالفعل هو يعكس الواقع حالياً. العالم الافتراضي الان دخلنا احنا في مرحله يمكن مع جائحه كورونا غيرت المفاهيم، نقول بوتيره اسرع مما كان متوقع عليها. الان اصبح العالم يعني يعتمد بشكل كبير جدا، يعني انا دائما من الامثله اقولهم ان لما كنا نبني اول ما بنينا البيت نحكي على قبل 20 سنه تقريبا، فكنا مثلا حريصين ان ما يكون مثلا بالدور الاطفال ما يكون لا نقطه تلفزيون ولا نقطه تليفون، على اساس انه نخليهم ان الدار بس النوم والحياه الثانيه تكون مشاركه في البيت. لكن الان مع التكنولوجيا الجديده مع التليفون، اعتقد ما يبون لا تليفون منا ولا يبون تلفزيون من عندنا، كله صار شيء بيدهم. بس الان الجميل جدا انه هو من خلال هالجائحه نتعلم شلون نطور ونستفيد منها بما يفيدنا احنا على المستوى العام، وانا اعتقد ان الحاضنه الافتراضيه هذا شيء جميل جدا. الحقيقه يعني انا لما سمعتها يعني ابتسمت، بس يعني لان انا قاعد اشتغل على موضوع مشابه له، ان يكون في عندنا حاضنه افتراضيه، وعندي تعريف الحاضنات ممكن ارجع لكم بعدين لما اتكلم على محاضره قبل اختمها، لان بالفعل هي الحاضنه الافتراضيه يعني شيء مهم جدا، وانها ممكن الحين تساعد في مع 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 وجود الاوضاع الحاليه تستفاد منها. شاكر جدا، وان شاء الله نشوف توصياتك يا تسين هلنا والدكتورة حق الدكتور هنادي. ننتقل الحين معنا إلى الدكتور عبدالله آل دربة، رئيس تنفيذي للمسؤولية الاجتماعية في شركات أمان وخبير التنمية المستدامة من المملكة العربية السعودية. يشرفنا أخوي الدكتور عبدالله، وهاي الساعة المباركة، فأنا من شفته وبطلت الكاميرا استأنس قلت خالد الدكتور عبدالله معنا، يعني فرصة جيدة، فتفضل قدم وعندك 10 دقائق، وان شاء الله يعني ممكن اعطيك زياده دقيقتين، لان اللي قبلك الدكتوره والمهندس وليد اعطونا شوي يعني بعض الفسحه. تفضل استاذي. تفضل عبد الله، ترى ما نسمع صوتك، اخاف مسكر المايك. المايك عندكم سكت دكتور عبد الله، ممكن تفتح المايك؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. واضح كذا؟ واضح جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
حقيقة سعيد جدا بوجودي بين هذه الكوكبة الرائعة من المبدعين والمبدعات والمبتكرين والمبتكرات والرائدين والرائدات، وإن شاء الله أقدر أضيف في دقائق سريعة إضافة مميزة وإضافة جديدة على حقيقة الـ يعني في بداية أو قبل أبدأ ورقتي. شكر لك سيد فيصل على إدارتك الرائعة لهذه الحلقة وهذه الورشة، وشكر خاص الدكتورة هنادي على ثقتها ودعوتها الكريمة لنا المشاركة في هالورشة اللي نتشرف فيها. أنا حقيقة ربما كانت يعني مشاركتي متأخرة، فلهذا يعني حبيت أن أدخل مباشرة في نقطة مهمة. يعني بس في بداية الموضوع أخوكم عبد الله الدربة دكتورة في الإدارة والتخطيط، مستشار في عديد من الجهات منظمات دولية ومحلية في ريادة الأعمال، حاليا رئيس تنفيذي المسؤولية الاجتماعية في مجموعة شركات أمات، وشركات أمات تعمل في أكثر من 6 دول حول العالم، عضو مجلس إدارة في عديد من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية. طبعا سأعرج سريعا على المقدمة والمفاهيم لأن كثير من الأخوة الزملاء في السابق تحدثوا عنها، لكن حنا نعرف أن نحن الآن نعيش في بعد التغيرات التي طرأت على العالم، أصبحنا نعيش في يعني ما يسمى باقتصاد القائم على المعرفة، وهذا الاقتصاد القائم على المعرفة حتم علينا ندخل في مفاهيم جديدة اللي حنا الآن نتكلم عنها، من ضمنها الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وغيرها. طبعا لم تعد الابتكار والابداع ورياده الاعمال لم تعد كما في السابق ان هي مكملات او امور ثانويه، اصبحت اليوم محور او محرك اقتصادي واجتماعي هام جدا، وتنبني عليها التنميه المستدامه في كثير من جوانبها المختلفه. طبعا ستجاوز المفاهيم والتعريف لانه تكلم عنها كثير زملائي قبل كذا. انا حقيقه يعني حبيت ادخل في جزئيه مهمه، يعني اللي هي دور الجامعات اليوم في مجال ريادة الأعمال والإبداع والابتكار. الجامعات اليوم يعني حقيقة الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي أعتقد أنه سبق الجامعات بكثير، وهذا يعتبر من بعد الجامعات العربية وجامعاتنا عن واقع اللي نعيشه اليوم في واقعنا العالم في العالم العربي والإسلامي. يعني طبعا الجامعة عندها 3 أعمال مهمة أو مسؤوليات رئيسية، اللي هي التعليم والبحث العلمي والمسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. والمسؤولية المجتمعية هذه جزء منها هي يعني دعم المجتمع في وخدمته في كل ما يسهل يعني العمل المجتمعي الناجح، سواء من أبحاث أو من خريجين طلاب أو مشروعات إلى آخرها. سأخذ سريعا دور الجامعات وجهة نظري في مجال ريادة الأعمال. أول دور الجامعة مفترض أن تغير نمط التفكير التقليدي للطلاب والطالبات إلى تفكير أنماط التفكير الحديثة مبنية على الإبداع والابتكار والتجديد. أيضا يجب على الجامعات أن تبني اتجاهات إيجابية للطلاب تجاه ريادة الأعمال والعمل الحر. إحنا نعرف اليوم أنه أصبحت الوظائف والأعمال أصبحت شحيحة، ومع الأزمات المتوالية علينا سواء اقتصادية أو سواء يعني الدول حتى الشبه نفطية ونحن الخليج جزء منها، أو حتى في أزمة زي مثل كورونا وما سببته من أزمة في سوق العمل. فيعني رائد الأعمال أو رائدة الأعمال هو شخص يتحول من كونه باحث عن وظيفة إلى شخص منتج الوظيفة أو منتج الأعمال. أيضا تعزيز الروح والنزعة الريادية وإثارتها عند الطلاب والطالبات، وهذا جانب مهم في 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 دور الجامعات. تلعب الجامعات ايضا دور مهم في مساعده الطلاب على بناء تصور افضل مهنه المستقبل بالنسبه لهم، بدل يكون باحث عن يعني كثير من الطلاب يدخلون تخصصاتهم غير مدركين لما هو واقع المستقبل. وتكلم المتحدثين السابقين قبلي عن وظائف المستقبل وتاثرها بهالجانب. ايضا دور الجامعات تطوير السمات والمهارات الشخصيه للطلاب حتى تساعدهم على إنشاء قاعدة تفكير سلوك ريادي، سواء إبداع، ابتكار، مبادرة، مخاطرة، استقلالية، ثقة بالنفس إلى آخرها. الجامعات لها دور في بناء علاقات اتصال إيجابي بين الطلاب وسوق العمل أو رواد الأعمال الحاليين أو الخبراء، بحيث تعرضهم لتجارب وخبرات يكتسبون منها مهارات قبل أن يتخرجوا من الجامعة. أيضاً أن الجامعة دور في أن الطالب يكتسب وعي في يتحول لتوظيف ذاتي بدلا من ان يكون موظف لدى غيره. للجامعات دور مهم في تعزيز التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه من خلال البحث والتحديث والتجديد.
في المشاريع اللي بحثها الرياديون في جميع مجالات المستقبلية. هذه طبعا بشكل سريع دور الجامعات في مجال ريادة الأعمال، والتوصيات طبعا ذكرت مجموعة من التوصيات في هذا ورسالة الدكتورة هنادي، واعتقد انه افضل انها يعني ما اعيدها مره ثانيه وتكون ان شاء الله في ورقه المؤتمر. اكرر الشكر والتقدير لكم على هذه الدعوه، وشكرا لكم، وان شاء الله اكون اضفت اضافه مفيده في هالجانب. ويعني معك استاذ فيصل، شكرا لك. شكرا دكتور عبد الله، وحقيقه يعني انا دكتور هنادي اشكرك على اعطيتني هالكوكب من الزميلات والزملاء، لانهم ملتزمين بالوقت وأقل من الوقت، وهذا زين يعني حتى ما يحتاجون نعطيهم بونص زيادة. بس ذكرت نقطة على أنا أتفق معاك إن الجامعة يعني إنه نقطة تقريبا من المشاكل اللي نواجهها في الخليج على الأقل بشكل أساسي، إن ممكن الطلبة مع براءات اختراعات وما عندهم مشكلة ممكن يسجلونها ويشتغلوا فيها، لكن مشكلة العاملين في الجامعات مثلا من دكاترة أو العاملين في معاهد الأبحاث، إذا عملوا براءة اختراع عندهم مشكلة هني، لأن القانون هني ما يعني ما يعطي للمخترع جزء من العائد المادي لاختراعه، بالنهاية يعتبرونه هو موظف وقاعد ياخذ. يعني احنا ذكر مرة يبنى ستانفورد ريسيرش انستيتوت، ولما كانوا يتكلمون عليها فعرفنا مثلا في أمريكا مثلا إذا 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 نقول الدكتور مع مجموعة عندهم اختراع معين، إن إذا كان هذا الاختراع ناجح اقتصادياً فالعوائد تتقسم إلى ثلاث أقسام، ثلث للجامعة وثلث خلينا نقول للقسم وثلث لفريق الدكتور مع فريق العمل ماله. بالكويت عندنا هذه العملية شوية غير واضحة، ما أدري عنكم عندكم بالسعودية شلون صايرة، بس بالنهاية بالتالي بعضهم يعتقد إنه هو بس على الله وعلى الراتب، بالتالي ما يكون في وايد تشجيع. أنا أتمنى يكون في يعني يكون تم اخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار في المستقبل، وانه يتم تقديم اقتراحات. نحن بحاجه بالحاله هذه بحاجه الى صدور قانون او تشريع بحيث انه إن 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 يستفيد، انه حتى لو يكون على الاقل يعني لفتره معينه يستفيد هو من اختراعه. يعني معقوله واحد يسوي اختراع بس لان انا موظف والاختراع قاعد يدر عليهم بمبالغ كبيره انه ما يكون لي نصيب فيها على البعيد؟ هذا بفكره عامه ممكن نضيفها من ضمن التوصيات. وشاكر لك. الحين ننتقل الى اخونا استاذ محمد شمس الدين، واشوفه متحمس وايد، وانا دائما حسانة انت في المجال الاعلامي، فاعتقد انه حتى الموضوع اللي ذكرته من قبل ممكن تفكر فيها وتحطه يوم من الايام يعني كخبر بالاعلام، شلون تحاول الصيغه، لان بالفعل العاملين في مجال الابحاث محتاجين يكون عندهم دعم بحيث ان اختراعهم لما يطلع للواقع ويكون في مردود اقتصادي انه يكون العائد يساوي المجهود اللي حطوه، وانه يعني مو بس انه هو موظف واخذ راتبه. فهذا يعني ينطبق على الجامعات، على شركات النفط، الشركات اللي او اي مكان يكون في مردود، فالموظف لازم ياخذ مردود اكثر غير انه هو الراتب اللي ياخذه. تفضل الاستاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله أخواني وأخواتي رموز الثقافة والمبادرة والتطوير في بيتنا الخليجي الكبير. أتشرف أني أكون معاكم، والأستاذ طرح موضوع بيخليني ما أتكلم عن الموضوع اللي أنا عاد. إحنا الأثنين نكمل بعض، المبادرين والمبتكرين والإعلام، جزئين نكمل بعض. المشكلة اللي تواجه الإعلام في الخليج بأن المبادر يخجل أن يتكلم في وسائل الإعلام. بمعنى أطلب كثير من الناس اللي يكون عندهم مبادرات وعندهم اختراعات أو عندهم أفكار حتى لو هي ما طبقت على أرض الواقع، يخجل أن يتكلم في وسائل الإعلام أو أن يقدم شيء، إما يخاف أنها تسرق أفكاره أو أنه يقول لك أنا ما أبي أحط نفسي في موضع ممكن ما أقدر أنجز. والشيء في الشيء يذكر، أنشط شخصية مبتكرة ومخترعة موجودة معنا اليوم هي الدكتورة فاطمة الثلاب. تشوفون دائما في الصحف الكويتية صورها وابتكاراتها واختراعاتها، بحكم أنها هي لها القدرة على التواصل مع وسائل الإعلام. وسائل الإعلام في الكويت وفي الخليج تحب مثل هذه الأمور، الإعلاميين الصحفيين يحبون مثل هذه الأمور، الأمور الابتكارية، الأمور اللي فيها اختراع، الأمور التكنولوجية، الأمور اللي توصلنا إلى المستقبل. ولكن
أغلب الجهات لما تتكلم مع يعني أتصل على جهة معينة مهتمة باختراع أو بابتكار معين يقول لي لحظة أنا أكلم رئيس مجلس الإدارة أخذ منه الجواب، رئيس مجلس الإدارة يقول لي ارسل لي السؤال عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس وانتظر أسبوع 10 أيام. هذا الشيء يكون ممل بالنسبة للإعلامي، الإعلامي يبي الخبر السريع ويأخذ الخبر وينشره، وخصوصا أن نتائجه إيجابية، نتائج هذه الأمور إيجابية على المخترع، على الجهة الداعمة، على الجامعة أو مركز الأبحاث أو جمعية نفع العام أو التاجر الداعم. يعني بالأخير هو أمر إيجابي، أنت ليش متردد أو خايف أو ما تعطي الإعلامي؟ فمن هنا نقدر نتكلم عن نقطة أن ما في وسيلة إعلام خليجية ترفض نشر إبداعاتكم، أموركم، الأشياء اللي أنتوا وصلتوا لها. أنا كثير من اللي تحدثوا وأنا شفت لهم بعض الأمور في وسائل الإعلام، ولكن مو كل الأمور اللي ذكروها اليوم. وسائل الإعلام الآن محتاجة أيضا دعم منكم، بمعنى إحنا لما دخلنا الصحافة في التسعينات كنا نستخدم الورقة والقلم لكتابة الخبر، وأستاذ المتروك أنت أكيد عارف هالموضوع بحكم المتروك الله يحفظه هو من رواد العمل الصحفي والإعلام في الكويت. أنا ما أدري أقول الله حفظه هو أبو يوسف لو تذكره، أي هو حي توفى الله يرحمه. كنا نستخدم الورقة والقلم في الصحافة في ذلك الوقت، بعدين لما دخل علينا الكمبيوتر والكتابة في الكمبيوتر في كثير من الصحفيين تركوا الإعلام، يعني صار مجبور وملزم أنه يكتب من خلال الكيبورد. في منهم يقول أنا ما أقدر أكتب بالكيبورد، أنا أفكاري تكتب بورقة ورقة وقلم، مجرد ما أطبع على الكيبورد الفكرة اللي في راسي تتبخر. وتركوا وخسرنا كصحافة أناس إعلاميين لهم مكانة ولهم أفكار ولهم وطنية وحب، بسبب أنه مو قادر يتطور ويواكب التكنولوجيا. اليوم البرامج تطورت عن الكمبيوتر في استخدامها في الصحافة، أيضا في عالم التدريب. في البداية كان عندنا التدريب في الكويت وفي الخليج مايك وتقعد على الطاولة وتتكلم معهم، الآن بروجيكتر، شرائح تدريبية، سماعات، كاميرات وأمور تطويرية. وأيضا الكراسي تغيرت، الطاولات تغيرت، الأسلوب تغير، وهناك الآن شاشات ذكية تعرض، وصار حتى المدرب يقدر يصور نفسه صورة تجريبية ويعرضها للمتدربين ويكون هو موجود في مكان آخر. الحاصل إحنا كإعلام وأنتم كمبتكرين وأصحاب التكنولوجيا والذكاء الصناعي لابد أن يكون بيننا لينك، لابد أن يكون بيننا تعاون، التعاون فارض نفسه، لأن الإعلام محتاج إبراز مثل هذه الأمور، وأيضا المبتكرين محتاجين إلى وسائل الإعلام. إحنا فقط التردد بعض المخترعين وبعض المبادرين أنهم يصلون إلى الإعلاميين والصحفيين، رغم أن الصحفيين والإعلاميين اليوم سهل الوصول لهم من خلال برامج التواصل الاجتماعي. السلام، مجرد كلمتين تقول له أنا شخص خليجي أو كويتي أو سعودي أو قطري وعندي ابتكار أو عندي فكرة حاب أعرضها في وسيلة في الوسائل الإعلامية أو في الجريدة أو في التلفزيون، الكل يرحب. وعندنا في تلفزيون الكويت برنامج يوثق مثل هالأمور، وكل اللي عندهم ابتكارات يقدرون يوصلون إلى تلفزيون الكويت، وطبعا مفتوحة لكل الخليجيين، أي خليجي عنده ابتكار أو عنده فكرة يقدر يعرضها على تلفزيون الكويت ويستضيفونه ويتكلم عنها ويحط عنها أمور الإيجابية، يحط صور، يحط أفكاره، كل هذه مفتوحة. وأيضا موجودة في إذاعة الكويت، يعني اللي عنده أي أفكار موجودة في تلفزيون الدولة الرسمي وإذاعة الكويت الرسمية. فالإعلام عندنا مفتوح بابه، أيضا الصحف اليومية، الصحف الإلكترونية فاتح الباب، ولكن ننتظر منكم أنتم كمبادرين أنكم تساهمون بإيصال هذه المعلومات
وهذه الأفكار وهذه الابتكارات لوسائل الإعلام. وشكراً على استضافتي مع هذه الكوكبة اللي أنا سعيد جداً بأني أكون معاكم، وإن شاء الله أكون قد أنجزت واختصرت بالحديث. شكراً سعد محمد، بالعكس أنت أوفيت وكفيت. أنت ذكرت العم الله يرحمه بيوسف عيد متروك، بالفعل هو كان من الداعمين خاصة في مجال الثقافة والأدب، يعني وقواد من هذا يعني ساهم في نشر حتى اختراعاتهم. الفكرة اللي ذكرتها الحين جدا جميلة، يعني أنا خلتني صراحة أعطيتني انطباع على أو على فكرة معينة يعني أشاركوا فيها وقاعد بفكر صوت عالي. أنا أعتقد الاختراع هو مثل النبتة الصغيرة، فالنبتة عشان تزرعها أنت محتاج شغلتين، محتاج ماي ومحتاج شمس عشان تنمو وتكبر. الماي هو يمثل دور الدعم المادي، واعتقد الشمس اللي قاعد تطلع هي دور الاعلام اللي سيكون في بروز العمليه هذه، فهي عمليه متكامله. انا اعتقد بالتعاون مع الجمعيه الكويتيه دعم الاختراعات دكتوره فاطمه السلاب اللي تذكرت معاها، وكذلك مع الاستاذه غدير، انا اعتقد ممكن يتم عرض البرنامج. والحين هالزمن ما عاد مثل الزمن السابق، الان في حفظ للحقوق، في امور ملكيه فكريه، في شغلات تسجل سواء بالابتكار او حتى بالمكتبه الوطنيه، يعني في اكثر من مكان يسجل براءه الاختراع هذه ويحافظ عليها. انا اعتقد ان فكره ان يكون برنامج اعتقد هذا شيء جميل. شكرا جدا استاذ محمد، الحين يدور علي انا، بحاول اشارككم في برزنتيشن سريعه جدا اذا سمحتوا لي. سامعتني دكتوره حنادي؟ انا بس صراحة عديت شغله سريعه جدا عن شلون عدد الخدمات التقليديه والافتراضيه هي المهمه جدا. انا قاعد اقول ان الخدمات التقليديه والافتراضيه هي متشابهه، مع الفرق ما بينهم ان التقليديه فيها مكان انت تكون موجود فيه، انما الافتراضيه انت ما عندك مكان، بالتالي ممكن انت تحطها في مكان ثاني. حاضنات الاعمال موجوده من الخمسينات، هي عباره عن حاضنات العمل الافتراضيه، ما هي عباره عن شكل متطور للحاضنات التقليديه او الرقميه. هذا بروبلم، يعني هذا نموذج حق بعض المشاكل اللي يواجهونها، انك عندك موديل حق النموذج حق البزنس، وعندك ستراكشر، وعندك تحدد المصادر مالتك وتحدد الربحيه. هذه عباره عن يعني نموذج يعني حد شنو المشاكل اللي يواجهها الاقتصاد او مشاكل في البزنس مال الحاضنات، من الطرق تكون حدد لها سكوب وحدد لها مجال عمل وكيفيه التعاون معهم. حاضنات الاعمال بشكل عام مفهومها تقدم مجموعه من الخدمات على سبيل المثال للحصر، الارشاد، تقديم الاستشارات، التدريب وبناء القدرات والمهارات وتوفير فرص التعليم غير رسميه. الحاضنات ليست هو مكان انا اجر في مكان وادفع فيه اجار، المفروض ان خلال هذا الوجود في الحاضنه هذه ان يكون في هناك في نوع من الارشاد، نوع من التدريب وتنميه المهارات، وكذلك توفير بعض الفرص، وضيف عليها مرات ممكن يساعد الواحد في توفير بعض الموارد الماليه ان كان في حاجه لها. كذلك مقارنه في الحاضنات التقليديه هي عباره عن مساحه عمل واستفاده من المراجع المختلفه وتوفير الخدمات اللوجستيه. كذلك هناك في تضارب في بعض المفاهيم، يعني ناس مرات ما تفرق ما بين مسرعات الاعمال او مساحات العمل المشترك او مجمعات الاعمال او مركز راده او الميكر سبيس والسوبر هاب، كل واحده فيهم لها مميزات خاصه، وبالتالي انت ممكن تبدا في مسرعات الاعمال وبعدين تنتقل الى مجمعات الاعمال، هو على حسب طبيعه الخدمات اللي انت تحتاجها منهم، هذه كل واحده لها فيها لها تعريف عام. بشكل عام الحاضنات الاعمال المفروض يكون فيها يعني هيكل واضح وفيها خدمات معينه، يكون فيها خدمات اعمال، يكون فيها خدمات تمويل، يعني على الاقل تربطهم بممولين في المستقبل، يكون فيها شو اسمه شبكه ربط مع الافراد سواء مستهلكين او موردين، فيها تعليم خلال تدريب مستمر، بعدين خلال تقديم مساعده انه يسوون براندنج حق المنتج ويحطونها بذاته يساعدون في الاداره، بالاضافه الى يكون في ناس خدمات تقدم لهم. حاضنات الاعمال الافتراضيه هي عباره عن منصه للفنون التعليميه عن بعد،
وذكرتها مساعة الأستاذة غدير، وهذا شيء جميل إن هذه تعمل عليها والآن إن شاء الله تطبق في الواقع. وميزتها إنها ما تحتاج موقع مادي، تعمل على تقليل تكلفة على المحتضنين، إنك ما راح تأجر، راح تكون تواصل معهم وتمثل. صراحة بعض المشاكل حدا في ناس ما يقدر يروح المكان، خاصة في زمننا الحين مع وجود كورونا والجائحة هذه، فهي ممكن حضرات نعم فاضية تعتبر يعني منفذ جميل لتنفيذ الأعمال. هذه فكرة من أنا أخذتها صراحة من النت، إنه هو شلون يكون في فيرتشوال، يعني شلون يكون عندنا حاضنة أعمال افتراضية. هذه بعض الأعمال اللي ممكن هي تغطيها بشكل عام، هذا يعني خلينا نقول تصميم عام، بس ممكن واحد يعكس هذا على البلد اللي هو عايش فيها، وبالتالي ممكن يطوره. بس بالنهاية راح يكون هي راح تكون كلها متشابهة، عندك أنت شلون تحاول تربط، تسوي عملية ربط ما بين الأفكار والسوق مالتهم، وتوفير لهم الدعم من حيث التعليم، من حيث مساعدتهم بالتسويق، تعطيهم إرشاد وتوجيه، كوتشنج ومنتورنج يكون بين شخص وشخص. يعني يعتبر فصل راكسفورد هو أول من وضع إطار عام حق حاضنات الأعمال، وأن الهدف منها هي توجيه المحتضنين، دعم رجال الأعمال في مرحلة مبكرة. يعني اللي هم بعد ناقصنا على الأغلب الكويت وعلى الخليج، نحن نربط رجال الأعمال مع الابتكارات، بحيث يشوفون تبدون من الابتكارات مع حفظ حقوق الطرفين. مشكلتنا هني إن الكلوان دائما يضع الفكرة خايف إن رجل الأعمال يستولي عليه، ورجل الأعمال مرات ممكن يعني يشوف إن هذه الفكرة قد تكلف مبلغ أكثر ما هو متوقع. فهذه بس تحتاج يكون في طرف محايا ثالث يربط ما بينهم، وكذا تطوير الأفكار الخام والجديدة للأعمال قابلة للتطبيق العملي. دائما رجال الأعمال في أول بداية أو رواد الأعمال في بدايتهم عندهم مشاكل ويواجهون صعوبات، وأعتقد أن الحاضنات تساعد في تقليل هذه المشاكل، وهي تعتبر طور نجاة حقيقي لهم. هذه بعد هاي البيانات أو بعض الشغلات اللي تقدمها حاضنات الأعمال، حاولت أحطها بشكل مختصر شنو أنواع البيئة والخدمات اللي توفرها لهم. كذلك هني مثلا عندنا دائما في يعني في خلط إن مرات حاضنات تكون يعني عندنا بعض الحاضنات في بالكويت أو مسرعات الأعمال، وفيها تعمل تشمل كل الأعمال مع بعض. التخصص للحين ما وصلنا لمرحلة، وأنا أعتقد إن التخصص مهم. أقصد بذهاب التخصص مهم إن يكون عندنا مثلا حاضنات افتراضية حق البيزنس كيبيتر، أو يكون عندنا حاضنات طبية، يكون عندنا حاضنات سيد أكسلريتر مسرعات مسرع الشغل، عندنا يكون تسريع محاضرات حق الشركات، تسريع عمل الشركات او الاجتماعيه، او انها حتى حق الكيتشن اللي هو خاص بهذه يعني البزنس مال المطابخ قاعد يزيد، بالتالي يكون في حاضنه تساعد اكثر انهم يعني يتبادلون نفس الافكار ونفس ويستفيدون من بعضهم البعض. حاضنات اعمال تكنولوجيه، عندنا حاضنات حق الستارت اب ستوديوز، وعندنا حاضنات حق التكنولوجيا بزنس. هذه يعني هذا يدل على ان لما يكون في تخصص في الحاضنات هذا شيء جميل حق الجميع. وكذلك القيمه المحاضفه من الحاضنات انها توفر المساحه، التمويل، المساعده القانونيه هذه مهمه جدا، المحاسبه تساعد في وضع نظام محاسبي يساعده، وخدمات الكمبيوتر وغيرها الطلبات الاساسيه. وهذه هم بعد من الامور اللي ممكن تساعد في الحاضنات. من الحاضنات هي ليس اجين عيد مره ثانيه، الحاضنات مو مكان انا بس اجر فيه واسوي شغلي. اعتقد انه المفروض انه خلال الاداره في الحاضنات ان توفر لي بالاضافه للانترنت توفر لي بعض المساعدات حتى لو الاوليه، وبالتالي حتى لما يكون في تكاليف تحتب بس يكون تكاليف تساعد المبادره في العمليه هذه، وانه شلون توصل حق موضوع القروض وموضوع الضمان والامور هذه. حاضنات الاعمال، في بعض الحاضنات يعني الاكثر شيوعا اللي هي في عندها برامج تدريب، يكون فيها مجالات استشاريه موجهين، يكون فيها علم على الورك اثيك. هني هم الكويت عندنا والخليج الورك اثيك مهم جدا، بس للاسف يعني مرات الناس تسيء فهم الورك اثيك، انك انت تتعامل مع السوق بحيث انه يكون مع العرض والطلب وباخلاقيات السوق وتوفير مساعده السوق التكنولوجيا. كذلك في ثلاث اجيال من الحاضنات، كان الجيل الاول هو بناء فرص عمل، الجيل الثاني هو تقديم العون. نحن حاليا في الجيل الثالث وتوفير طرق تدريب، يعني الحين اعتقد الجيل الثالث هو اللي قاعد يطغي علينا انه بس توفر له الحاضنه، توفر له طرق تدريب تساعده في توفير الحاضنات. هذه شغله ثانيه هم بعد انا اعتقد انه بدا فيها الصندوق الكويتي، دام مشروعات صغيره اللي قاعد يدعم الحاضنات،
انه يكون في يعني مقاييس للاداء KPI Key Performance Indicators، ان كل حاضر عشان تقيمها شغلها زين ولا مو زين، قاعد تقدم ولا ما تقدم، ان شوف شنو متوسط عدد الوظائف يتم انشائها لكل مستاجر، معدل البقاء، يعني بعضنا عبالة حاضنة انه يقعد فيها للابد، المفروض حاضنة تقعد فيها فتره معينه وبعدين تنتقل انت تكون بنيت قوتك وحيث تدخل السوق. عدد المحتضنين، يعني هاي بعض المعايير، وهذه المعايير طبعا تتغير من فتره لفتره ومن دوله الى دوله. هذه هم تعريف حق الحاضنه الافتراضيه بشكل عام، وانها عن طريق الانترنت والاستفاده من المستشارين. بينتقل الى ان في بعض الحاضنات العامه يكون طبعها غير ربحي، وهذه ما موجوده عندنا وايد بالكويت، بس لكن ممكن قد تكون اذا موجوده حتكون مثلا في الجامعات او المعاهد، اللي ممكن تساعد في انها تحتضن الفكره. يعني 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 مثلا في حاضنه الحين غير مباشره، مثلا لما يعني بعض محل الابحاث يحتضن بعض المخترعين، وهم هذه ان شاء الله تكون فكره تطرح في المستقبل عليهم. وهذه الحاضنات الخاصه كذلك في شو اسمه، في مجموعه من الامثله على الحاضنات الافتراضيه، اكو حاضنه اسمها ميد ان ذا ناو، هذه اداه عباره عن خدمه رقميه، وتقدم على خوارزميه تسمى خوارزميه الابا، تساعد على انها تجيب على 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 الحاضنين، وتساعدهم في مساعدتهم في تفكيرهم وفي تحسين ادائهم. اكو حاضنه ثانيه اسمها كي ايكو سيستم، وهم هذه من الحاضنات الموجوده هم عمل افتراضيه على موجوده، واكو حاضنه اخيره. المهم جدا ودي هم اذكر ان احنا محتاجين انه يكون في هناك بعض الاثيك، الاعتبارات الاخلاقيه، يعني وهذه صراحه مهمه، اللي هو عدم الاضراب للمشاركين، عدم الموافقه المسبقه، والتعدي على الخصوصيه والخداع. هذه لان مرات دائما المخترع يخاف ان فكرته تنباق او انها تروح مكان ثاني، فهني يعني هذه الامور كل ما تم تعزيزها كل ما كانت فيها افضل. ختاما لكم مجموعه من التوصيات انا بعثها للدكتوره، بس انه افضل ان يكون يعني بشكل سريع ان يكون عندنا في بنك للمبادرات Initiative Banks، وتكون عندنا تطوير منظومة التعليميه والمناهج، هذا مهم جدا خاصه اذا عندنا على مستوى الثانويه وما فوق، تطوير برامج اكاديميه تركز على الجوانب العلميه، وهذه الدكتوره يعني هنادي مهم تركز على الموضوع هذا بالجامعه، والله يوفقها، واعتقد انه في بدايه مشجعه العمليه هذه. توفير حوافز وكل من ذكرها، استحداث استراتيجيه حكوميه شامله، انا اعتقد ان الحكومه لما توجه نظرها انها تستثمر في هذه جدا مهمه، يعني عندنا يعني مثلا الهيئه العامه للاستثمار عندهم شركه يعني مهمتها انها تستثمر في التكنولوجيا الحديثه، فيعني ممكن هذه اسمها هي اعتقد اسمها انتك، وممكن التركيز عليها وانها تستفيد من من منها من دعم المبادرين والافكار الجديده. وهذا بشكل عام تطوير، محتاجين ان نطور وتحسن تشريعات لمساعده الترفيه، انه لازم يكون ان نحدد حقوق المبتكر وحقوق الجهه المستفيده منها. بعدين استقطاب الكفاءات العربية والعالمية، ضروري جدا عمل لقاءات، دعوة ناس، هذا كله تساعد في انها تنشر الثقافة. واخيرا اعتقد ان كل دولة عندها قواعد بيانات، فاعتقد لو يتم ربط هذه القواعد، وهذا طبعا مهمة دول مجلس التعاون، هذا قد يساعد انه في نشر المعلومات. هذا بشكل عام، شاكر لكم حسن استماعكم. دكتورة انت معي؟ يا هلا يا هلا مستشار. الحين بعد عندنا احد راح يتكلم ولا عندنا شيء؟ اي نعم، بس تقدم لنا الاستاذه زهره. اول شيء الحين بالنسبه حق اذا في امكانيه المتحدثين اذا بيقدمون احد التوصيات النهائيه اللي يتم تضمينها للتوصيات النهائيه للمؤتمر. الميكروفون مفتوح لكم كلهم، اللي عنده وده يتكلم شيء حق الدكتورة. فقط الميكروفون مفتوح للمتحدثين في هذا التراك، ليس مفتوح للجميع. فأي واحد عنده فكرة يبي يتكلم فيها يتفضل. ليس فكرة، ولكن أنا أود يعني قصدي توصيات نهائية لتضم بتوصيات المؤتمر، لأن رؤاكم وتوصياتكم هي من الأهداف المهمة لهذا المؤتمر. أستاذة غدير، أستاذ وليد، دكتور عبد الله، معك إيه نعم، في أحد يقدم شيء؟
دكتورة، هل التوصيات درسناها تكفي ولا نعيدها ولا كيف درسناها بالإيميل؟ لا، إذا تكتفي بتسليم التوصيات لنا المكتوبة تحت أمرك، ما في داعي للإعادة، بس إذا تحب أن تسمع توصياتك للجميع فالميكروفون مفتوح لك يا أستاذ عبد الله. دكتورة هناد، أنا أرسلت التوصيات وقلت وأنا قاعد أتكلم بال... الحمد لله، شكرا جزيلا. في أي كلمة لأحد المتحدثين؟ ستتلى جميع التوصيات التي رفعت لهذا المؤتمر بإذن الله في آخر يوم للمؤتمر، هناك يعني 30 دقيقة ستعرض أهم التوصيات القابلة للتطبيق إن شاء الله، وستوزع على جميع المتحدثين بإذن الله، وستضمن في كتيب المؤتمر، وسنترك جميع التوصيات تحت كل يعني كل متحدث تكلم أو أوصى راح ينزل اسمه معنا في التوصيات. هل في أي توصية أو كلمة قبل لا ننهي المحور عشان الأخت زهرة جاهزة لإدارة المحور اللي بعد هذا؟ أنا أعتقد هم الجماعة اكتفوا باللي عندهم، وأنا أعتقد إن إن إن, إن عرضهم كان جميل، وبالتالي إحنا الحين نكتفي باللي قالوا. أنا لو تقدم لنا أستاذة زهرة باقر لإدارة الجلسة اللي بعدك أستاذ فيصل. إن شاء الله تمرين أمر. أنا ودي أشكر، الأخوات والأخوان على مشاركتهم معي بهالجلسة، وصبرهم علي، وطبعا